مساء الخير لكل اللي انضموا لمتابعتنا دائما على شاشة الالبي سي وقناة روتانا موسيقى. ومنحيي كل اللي انضموا كمان هلا ودور ريموت كنترول محطة وحدة وبرنامج واحد ليلة رمضان ببيروت بيجمعنا مع ألمع النجوم بلبنان والوطن العربي. رمضان كمان بيجمعنا بآخر أيام وإن شاء الله هيك هالشهر يكون مبارك على الجميع وتكون كل صلواتكم ودعواتكم مقبولة. اليوم حلقتنا مميزة رح نترافق فيها أنا ونيفين اللي اشتقت لها كثير. أنا كمان نيفينو. هلو سشوش كيفك؟ رمضان كريم. منورة اليوم يعني العباية عم بتطلع إذا على السكرين طالعة حلوة مثل بالحقيقة. أنت كمان. وبدي بس هيك قبل ما أنسى بدي أتشكر زفة العمر اللي فتحنا فيها لقائنا واللي لها ذكرى خاصة هيك عندي لأنه هن زفوني وقت عرسي. فمن حيون ورح نشوف كمان كذا حتى وعروض كمان هيك راقصة ورح نتعرف على مدير الزفة كمان بحلقتنا. واسمحي لي ساشا كمان رحب بكل مشاهدينا ومس بالخير لكل اللي عم يحضرونا بلبنان وبالدول العربية. رمضان كريم على الجميع. هيدا آخر أيام من هالشهر الفضيل. إن شاء الله يا رب مثل ما قلت ساشا كل الدعوات اللي تمناها كل شخص فينا تتحقق بهالشهر الكريم. نحن بانتظار اتصالاتكم وأكيد الرقم عم بيبين بأسفل الشاشة. فهيك بلكي بتشاركونا بعادات وتقاليد وين ما كنتم موجودين بعالمنا العربي. وشو الأجواء مع مين مجموعين وين عم تفطر وين فطرت يعني فين اليوم؟ بالبيت عند أختي اليوم. تحملتي ما هيك على السريع على السريع فاجع على الحلقه. يلا افطر شاي اكيد متمنيه لكل اللي عم بيتابعونا. بنبلش بنرحب بضيوفنا اليوم. فينا نقول حلقتنا عنوانها العريض الفن الغناء والاصوات الحلوه. ولتزيد حلاوه ليلتنا والعنصر الانثوي كمان رح يكون طاغي بسهرتنا لليوم ضيفه عزيزه عايشت الزمن الجميل للفن وما زالت تحتفظ بعيون وابتسامه جميله اللي تالقت بعمر 5 سنين وأثرت قلوب كتار من الناس وما زلنا لليوم عم نردد أغنية. وحتى الكبير محمد عبد الوهاب لقبها بصاحبة أخطر إحساس. منرحب بالكبيرة والنجمة هيام يونس. من هالذات اللي بيحبوك إن شاء الله بتتهان. ست هيام يونس اهلا وسهلا فيكي. يسعد مساكم ومسا كل اللي عم يشوفونا. نورتينا دايما ضيفة عزيزة. رمضان كريم يا رب. وقريبا ان شاء الله كمان عيد الاضحى المبارك. بعيد عيد الفطر الوطن العربي العالم اجمع بعيده. امين ان شاء الله. ست هيام ضيفة عزيزة على برنامجنا ببيروت. بتغيبي 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 بترجع بتطلي. بس بتطلي هيك مشرقة دائما ومثل ما حكينا عنك بالمقدمة ما زلت لليوم بتحتفظي بالعيون والابتسامة اللي هيك دائما متذكرة واللي تألقت يعني هالصبية هالطفلة الصغيرة بعمر 5 سنين. وابتسامة من القلب حتى لما بدمع ببكي كنت ببكي انا عم ببتسم. لانه قلبي يمكن مش عم بيساعد الدنيا كلها. الحب اللي بقلبي لكل شيء الله خلقه. ما عندك حدا ما بتعتبي على حدا العتب. العتب المحب يمكن العتب المحب اللي بريد الخير. بقولوا لي انا بريد الخير لكل الناس ولو جرحوا مني الاحساس. هيك خلقت وهيك ربيت وهذا طبعي بالاساس. وهذا اللي مبين بالعيون يعني ببين الصدق والقلب الابيض بالعيون. دائما لما نقول هيام يونس بيرتبط اسمك باغنيه دق ابواب الناس كلها. وبالاخر دق ابوابي نعم. ليه هالارتباط بين اسمك وبين هالاغنيه بالذات؟ حقيقه طبعا دائما بيسالوني يعني هي الاغنيه يعني حكايتها صغيره انه بعز الحرب اللبنانية الله لا يعيدها كان في قصف قوي كتير 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 مطرح ما أنا موجودة يعني. وبعدين هيك
أي حالي مع هالكآبة والهيك والخوف. قلت لبنان، يعني لبنان يعني اللي فاتح قلبه ومشرع أبوابه بيكون عم بيقول للناس واللي بيحبوا، لو دقيتوا باب الناس كلها أنا وحدي اللي راح ضل فاتح أبوابي. من فكرة، من هالفكرة هيدي كتبت المطلع، وبالصدفة عم يتصل الأستاذ شفيق المغربي الشاعر اللبناني الله يرحمه، عم يسأل كيفني. قلت له أستاذ شفيق فيك تجي لعندي هلا، ونازل القصر. قال لي في شيء هيومة؟ قلت له دق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي. قال لي جاي. اجى الاستاذ شفيق وقعدنا سوا، وبالحقيقه بكل صدق بقول كلمه منه وكلمه مني. هالقد نجحت هالاغنيه وضربت بس راح يعني حاله بحاله. دق ابواب الناس كلها صرت اترنم فيها، اتغنى فيها هيك بشوق وباحساس صادق فورا يعني. لحنت طلعت معي نسمعها اليوم بسهرتنا اذا الله راد. رح نسمع منك اكيد، نتمتع بصوتك. ناخذ اول اتصال بسهرتنا لليوم. مساء الخير، اتصال من ليبيا عم بيقولوا لنا. مساء الخير. الو مساء الخير، يا هلا بليبيا. الو الو. 20 اغنيه ليبيه، 20 اغنيه من الاستاذ ابراهيم اشرف الله يطول عمره. غنيت حتى لانه باعتبار غنيت كل الوان الوطن العربي. صحيح. فليبيا ايضا لها كان لها حصه كبيره بفنك. نعم. ست ايام بنرجع لطفولتك. نعم. ما متذكر يعني، ما في حدا يمكن بينسى هالوجه، دائما متذكر هالوجه اللي ما تغير حبيبي. وهيك الله يطول بعمرك. كنت بمصر شاركتي بفيلم قلبي على ولدي امام عمالقه. صحيح. من نجوم بفن التمثيل. كان عمري 5 سنين كمان. خمس سنين بس. خبرينا عن هالتجربة شوي، وحسيت بمحل معين سرقت طفولتك، ما عشت عمرك يعني. هذا هو السؤال حياتي، ولا بدي خبرك عن خبرينا عن التجربة ورجعي خبرينا. تجربة استاذ انور وجدي الله يرحمه بيسأل مدام آسيا داغر بالقاهرة. بيقول لها بسمع في كده بنت صغنونة زي فيروز، يا مدام آسيا فيروز اللي هو تم فيها كنجمة يعني. بتقول له دي قريبتي في لبنان. بعد حافظة كل شيء لهلا. عمالي يكبر على قونة وحوش. ومبين قديش حريتك قوية يعني بالفيلم. يلا خلينا نسمع بلكي شوية موال. بتستاهل زقفة بس على الموالة.
شوف وبعد ما انت ما تغيرتي يعني احنا سنه عن سنه اذا بنشوف صورنا سنه الماضي بنشوف فارقين شو مغيرين. هيدا يمكن قد ما سعيده بحياتك وراضيه على اللي انت فيه. الحمد لله انا كثير يعني في كثير تسامح او سلام يعني اذا بتحبي يعني سلام بقلبي وحب لا يوصف لكل شيء الطبيعة الناس الله سبحانه وتعالى الوطن الدنيا كلها قلبي ما يعني بعيش حالة حب عايشة حالة حب دائمة من صغاري من الطفولة كثير حلو. طيب هالشخصية القوية ست هيام يعني هون من الأهل مين شجعك مين كان معك مين ورا هالشخصية القوية اللي شفناها هلا بهالعمر الصغير؟ طبعا بالنسبة للأهل طبعا هني كانوا المشجعين الأول لأنه قبل الخمس سنين بالأربع سنين أنا بدأت أغني يعني معلش اسمحي لي كانوا يعتبروني نجمة صغيري طبعاً. ولما سمعت مدام آسيا من أنور وجدي بده يجي على لبنان حتى يتعاقد معي سبقته هي مدام آسيا اجت على لبنان وحضرتني بشغور حمانة سهرت وثاني يوم اجت اتفقت معنا. يعني بالنسبة لسؤالك عيوني الأهل أولا ربيت ببيت بحب الأدب كتير بيشجع الأدب وكان يعني شهريا في ندوة أدبية في البيت لأنه بعمر العشر سنوات كنت حافظة 2000 بيت شعر يعني مشان هيك في مسيرة حياتي الفنية عندي 70 قصيدة عربية بالقصائد الكلاسيك والقصائد الشعر الحديث أو القصائد الحديثة يعني فدائما الأهل كانوا أكيد هني الفضل الأول لإلهم بأنه واكبوني ودائما كانوا يضلوا معي على طول. حلو عم نشوف هلا بعض الصور هيك عن طفولتك يعني هيك شو بتتذكري من طفولتك؟ عشتيها مثل ما هي ولا انسرقت؟ يا ريت يا ريت انا شيئا انحرمت منهم طفولتي لاني كنت عايشه مع الكبار المؤلفين الشعراء الملحنين الموسيقيين الارتباطات الغنائيه بكل الوطن العربي وانا قلتها يمكن سبق انه صارت الغنيه لعبتي حفظت اغاني وكنت اغني اغاني صار عندي اغاني حتى اغاني خاصه صارت الغنيه لعبتي اكيد ما كان عندي ابدا ما اقدر العب مع الاطفال يعني بعمري ابدا يعني كنت مثل ما بيقولوا الصغيره الكبيره يعني ما حتى اغنيه بلشت باغاني ام كلثوم يا حياتي اول ما غنيت اغاني لكوكب الشرق السيده ام كلثوم يعني لانه الزمن كان يتطلب انه المطربه حتى تغني كان لازم تغني لكوكب الشرق فالطفوله انحرمت منها وحتى المراهقه كمان انا ما عشت مراهقه يعني مثل كل الصبايا يعني عشت مرحله اكبر من عندها نضج صار في نضج يعني بوقت نعم وفني اخذني طبعا بس بيت صغير عشته في الانغام اعوام الطفوله تتلقاني هتافات بتوله كان سري كل سري انني بنت صغيره لي آهات خبيره ادهش الرواد امري يعني بحكي فيها عن طفولتي كيف بدأت غني وغني للكبار وما عشت الطفولة بس كنت كتير كتير سعيدة العالم الناس الجمهور صاروا أهلي صاروا عائلتي كل سنة عن سنة أنا أكبر وهن يكبروا مشان هيك الجمهور بكل أنحاء الوطن العربي أهل أسرة لإلي خلينا ناخذ اتصال من محمد من السعودية أهلا وسهلا فيك محمد رمضان كريم أهلا وسهلا رمضان علينا وعليكم بصبارك إن شاء الله كيف حالكم الحمد لله نحن منيح أهلا وسهلا فيك الله يسلمكم حبيت أبارك لكم بالشهر بارك عليك الشهر أيضا محمد أمين رمضان كريم إن شاء الله الله يسلمكم إن شاء الله وسلميني على الفنانة الكبيرة يعني صراحة إحنا من المتابعين جدا لها يا استاذ محمد حضرتك عارف انه السعوديه السمحاء هي وطني الثاني غنيت يعني غنيت اول ما غنيت والجمهور العربي غنيت لكل الوطن العربي طبعا غنيت كل طبعا بس البدايه المشوار الغناء الاول كان قصيده طبعا قبل قصيده تعلق قلبي الاستاذ طارق عبد الحكيم
العميد الله يرحمه كان يقول لي بنتي هيام، وهيدي محفورة بقلبي. الأستاذ جميل محمود هرم الحجاز غنيت له سمراء، سمراء ورقي للعليل الباكي اللي أثناء باعت مليون أسطواني أستاذ محمد. فبدأت غنائي أكيد بأغاني عديدة لمشاهير الشعراء والملحنين من الوطن السعودي، وبعدين غنيت لكل الألوان العربية الحمد لله. صحيح. يعني. شكرا لاتصالك محمد، ورمضان كريم لك ولعائلتك. ست أيام يلا نعم. بداية نسمع صوت حبيبتي، صوت هيك أغنية من اختيارك. فإذا نبتدي بالأول بدي أشكر أستاذ بسام بدور من حي المايسترو مع الفرقة الموسيقية المكرمة. الأستاذ الأستاذ بسام بدور بالحقيقة أنا مش بحسد، بغبطكن عليه لأنه أنتوا يعني حديقة الفن كلها صارت عندكم، جمعناها بشخص واحد حديقة الموسيقى. نحن مبسوطين في عددنا. رح نسمع وحياتك يا سائل ورد. الغنية يعني اللي من كلمات قريبة طبعا هو الأستاذ أنطون يونس اللي بيكون والده للأستاذ حبيب يونس. نعم. الشاعر والإعلامي الكبير. يا سائل ورد. Thank you.
محبوب من سنين، دار الوردات الحلوين، هن ومحبوب من سنين، كانوا بعضهم مغرومين أكثر مني بشوي، كانوا بعضهم مغرومين أكثر مني بشوي، وحياتك يا سائل ورد لما بيمرق صبحي بتقل ما ينسى الوعد بيني وبينه عشية، وحياتك يا سائل ورد لما بيمرق صبحي بتقل ما ينسى الوعد بيني وبينه عشية. واكيد ما راح ينسى الوعد، شرفتينا ست ايام، راح نتابع سهرتنا الحلوه مميزه معك، ونجوم وضيوف اخرين راح ينضموا لنا، ولكن بعد الاستراحه القصيره مع الاعلان تابعونا بعد الفاصل. Enraciné, orienté vers le futur. CEDAR. نسعد بمتابعتكم لبرامجنا المباشرة على روتانا اف ام في رمضان. أيام كانت مع أحمد الحامد. الباقي عليك مع فهد الشليل، منال ناصر، محمد الشريف ونور حمود. الوضع الطبيعي يزيد الراجحي، خالد عبد العزيز، امتنان منصور. بدا يومك مع مها سعود. عيش رمضان معي انا رفيف دعاس، ساره ابراهيم. تجارب ملهمه مع سليمان الهتلان. روتانا اف ام. روتانا بيروت بحلة جديدة وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقدم الفنان ماجد مهندس والفنانة إليسا. يا مرايتي من كم سنة لليوم. الأحد 19 يوليو في فندق لورويال بي. حفلات روتانا الأولى في مجالها. رمضان كريم، صحتك بالدنيا طوال شهر رمضان. كيف بتعتني بصحتك خلال هالشهر الكريم؟ إرشادات يومية من أهم الأطباء والمتخصصين. أطباق صحية رمضانية مع اختصاصيين تغذية، مفاجآت ونصايح كثيرة. عيادة صحتك بالدنيا بتفتح ليلة شهر رمضان، لا نتلقى اتصالاتكم يوميا مباشرة على الهواء وبس على شاشة الـ LBC. صحتك بالدنيا ورمضان كريم. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 بعد الظهر على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. آخر الإصدارات الفنية بالعالم العربي لألمع وأهم نجوم الغناء بتوب 40. قريباً بيرجع السباق الرسمي للأغنية العربية مع فرح فخر الدين ياسين يلي بتنقلكم أسبوعياً أنجح الأغنيات ضمن العدل العكسي من المرتبة 40 للمرتبة الأولى. توب 40 قريباً بالموسم الجديد. توب 40 قريبا على الـ LBC.
منتابع ليالي رمضان ومثل العادة الشيف فؤاد شرف معنا من ريفيرا كيترينج. أهلا وسهلا فيك شيف، كيفك؟ يعني صرنا على الآخر، صح؟ نصح نصح مشي حاله. هلأ بدنا ننبسط شوي بكلت أربع أيام هلأ للعيد، ونخبش شوي بالعيد ونرجع دايت. نرجع دايت ما في مجال. اليوم شو دايت وسبور؟ أكيد. شو محضر لنا شيف اليوم؟ اليوم حاضرين مثل العادة إنه اليوم اشتغلنا على خلص قشطة حلو عربي مزبوط بيكمان، اشتغلنا على قطايف قشطة عسملية، هون اشتغلنا على شوي أشياء غربية، هون شغالين على تشيز كيك اوكي مع فرومبواز وبيستاش كثير كمان طيبه. اوكي هون اشتغلنا على السابلي او شوكولا مع قشطه وعسمليه على وجهه. هون السابلي او شوكولا دوبل كريم قشطه مع فرومبواز. هون اشتغلت على هيدي اللي لازم بقى ندوقها هلا لو بدنا ننصح، اللي هي سوفلي او شوكولا. اوكي سوفلي انا بدوق كثير مقللين الكوانتيتي فيها. اوكي هلا انا ما راح احط لك قشطه، بعرفك ما بتحبي البوزه القشطه هيدا. كنت فكرتها حامض. هي حتكون هذا الشكل هلا مثل ما بعدني هلا نطلعهم من الفرن سخنين يعني مش بردين. سو تقدم مع البوزه. هلا السوفلي فيك تعملها كل ما انا اكون موجوده. خلص على العيد كتر منه. على العيد بنكبرهم شوي. رح نضيف شويه فرومبواز عليها. اوكي بس خلي لي شي 3 4 5 من هلا. هو عندنا كثير ما خبزناهم، هلا حنخبزهم تحت الهواء لانه بياخذوا شوي وقت بالفرن. ف هيدا حتكون البرزنتاسيون تاعيتها كثير طيبه، وعلى فكره ما بعرف اذا كثير خفيفه. هلا انا دقت شوي بس انه اكيد دسمه طبعا. هلا طبعا بس بهيك كوانتيتي انه بتمرق اربعه خمسه. خمسه اوكي، لكن انا بدي خمسه من دون البوزه الفانيل. اوكي بعد في شيء ثاني كمان؟ لا مبدئيا هدول اشتغلنا عليهم. هلا بس بعد البريك وقدهم يتفضلوا الضيوف لعنا مجهز لهم بوزه القشطه مع غزل الشباب على وجهها. في بوزه قشطه وغزل الشباب؟ غزل الشباب اللي هو الغزل الابيض، العادة بيقولوا له غزل البنات او غزل الشباب، حنسميها غزل الشباب. يلا اوكي بعد شوي رح ندوق غزل الشباب. لكن وهلا عودة لعند ساشا. منتابع استقبال ضيوفنا وبتنضم لنا نجمه وممثله حاضره سينمائيا وتلفزيونيا ودائما بتنوع بادوارها وكل مره تثبت احترامها واحترافها، والجمهور يمكن كيف بحبها وادائها للادوار اللي بتلعبها. بنرحب بالممثله كارلا بطرس. شو بدك ساعدك هلا؟ ما فهمت شو بكي؟ نزلت فهمي مع هدول اللي تحت بيحكوا انجليزي معشف، ما عم بفهم عليهم، فسر لهم عن شغل البيت، ما عم بفهم شيء. بعدين حبيبتي انت ما بيصير عيشتك هيك، كل نهار قاعده وراخيتيها وبالليل تظهري لي مع فادي، شو هالعيشه هي؟ ليكي ماما انا مليت، زهقت وطقيت من اني العب دور البنت المثاليه، بدي اظهر واسهر واغلط مثل كل هالناس، بيسوى؟ لك يا حبيبتي ما بصير هيك، بتخربي حياتك وحياتنا. بعض المشاهد من الاخوه بنرحب بممثله كارلا بطرس. اهلا وسهلا فيكي. بونسوار بونسوار. اهلا وسهلا. بونسوار بونسوار حبيبتي، منوره الشاشات الليله. تسلم يخليك يا رب. رمضان كريم كارلا، وسهلا علينا وعلى جميع يا رب. اهلا وسهلا فيكي. كيف عم نقضي رمضان؟ على المسلسلات؟ صراحه بتمنى كنت تكون على المسلسلات، بس لانه عم روح على مصر عم صور، وانتم اول مره بطلع عند على تلفزيون بخبر شو عم صور. فعم صور فيلم باباراتزي بمصر للنجم رامي عياش من بطولته، واكيد فريق كبير من الممثلين اللبنانيين والنجوم والنجوم المصريين. ف يوم كان في بريك. اوكي في بريك لانه جاي العيد، قلنا ما في تصوير، قلنا حبيبتي شرف لإلي، قلنا بنجي بنزوركم نشوفكم. حلو كارلا، يعني ما صار لك تتابعي ولا مسلسل ناخذ رايك فيه؟ للحقيقه سامعه اصداء معينه على امل معين. انا كثير حشريه وبحب أوكي. شوف اصحابي كلهم، انا بسميهم زملاء واصحاب، وبحب هنيهم على اللي عم يعملوه، لانه عم بعمل زابينج سريع، يعني ما فيني اعطي رايي بتجرد بشغله، بس انه هيك كل اللي شفته حبيته. بهنيهم انه اول مره السنه بشوف رمضان مسلسلاته اسم الله شو كثيره، اسم الله شو كثيره وكلها جيده، والنجوم موجودين وحتى اللبنانيين الممثلين موجودين بقوه مشتركة. مشان هيك بس فقدنا لك برمضان. ثاقبت، صار عندي ظرف صحي سلامه قلب ثانك يو، اضطريت اني غيب شوي
بس ما غبت كثير يعني. في فيلم مثل ما في فيلم، واخر مره طليت عليهم بفيتامين بالفيلم عيد الميلاد، وهلا ان شاء الله بالفيلم الجديد ان شاء الله رح ينزل بكل الصالات العربيه واللبنانيه. هلا السينما خطفتها على عيد الاضحى. حبيتها. ايه حبيتها للسينما. تختلف التجربه اكيد يعني عن السينما، جمهور كثير كبير، والفرق انه الجمهور هو بيختار مين بده يحضر او بيختار الفيلم بده يحضره، غير مسلسل. بدك تدخلي على قلوب الناس من باب اخر. طبعا اذا فينا نقول صحيح. والحبيت فيها انه غير طريقه، خبره جديده. طبعا. حبيت ادخل على مصر كمان بفيلم سينما لذيذ حلو. ام الدنيا اكيد، مصر ام الدنيا. صحيح. يلا ونحن بعد شوي اكيد رح نفوت اكثر بالتفاصيل، وهلا بدنا نتابع باستقبال ضيوفنا. وفنانه شابه قدرت تحصل على الدعم الانتاج المطلوب لتقدر تصدر البوم واكثر من فيديو كليب، خلينا نستقبل الفنانه ناتاشا. كل ما شفتها بنظراتها شغل اهلا فيك يا ناتاشا. رمضان كريم. ميرسي علي وعليكم، وبدي اقول اشتقت لها كثير لساشا من رمضان الماضي لهلا. ايه وانا بالاكثر ناتاشا اهلا فيكي. ولازم نقول كمان ولازم نقول سلامة قلبك استاذ بلال. يس سلامة قلبك. قريته كان المفروض يكون قالوا لي انا ما بعرف. وعكي صحية. سلامة قلبه. سلامته اكيد. ناتاشا مبسوطين انك موجودة معنا، مثل ما قلت الموسم لموسم، ومن موسم لموسم في عمل جديد، هلا في البوم كمان بنحكي اكثر بالتفاصيل عنه. كنا عم نحكي شوي عن الاعمال برمضان، تبعتي شيء مسلسل؟ هلا هيك اخذ لك كل وقت. عرفنا انه بريك بشهر رمضان، ما في حفلات اكيد. 100% شهر رمضان بريك لإلي. عم تابع 24 كيرات، وعم تابع كمان قلبي دق. قلبي دق اكثر من ست ايام شهرين اللي قالته من مازال بالحقيقه. انا بحب احضر الكل يعني قد ما بقدر احضر، مشان اولا كون فكره واشوف سنه عن سنه. وبالحقيقه مثل ما قالت ست كارلا، السنه في يعني بنقول كم كبير، كم كبير. نعم باقه كثير كبيره من المسلسلات الناجحه، وكلها معظمها عندها مشاهدة كثير كثير عالية. صحيح. كارلا انت شاركت بمسلسل الاخوه، وكلنا اكيد كنا عم نحضر. رجعتوا لي الذكريات حنين الحلو طبعا، لانه بحبه انا. نعم. وكان تيم حسن اكيد بالاخوه. نعم وبتبتك صداقه فيه. فشو رايك بمسلسل تشيلو اللي شفتي؟ اللي شفتي اللي شفته لهلا يعني شخصيته كاركتره بالعمل كثير حلو. يعني حتى الكل كانوا موجودين، يوسف الخال رائع، نادين رائعه، الاخراج كثير حلو، الصوره اللي شفتها كثير جيده. تيم طبعا نجم عربي كبير، بتمنى ارجع التقي فيه بعمل ما، بركي ان شاء الله برمضان الجاي. ان شاء الله. ايه نشوفك كمان برمضان، يعني هالموسم سمحنا لك فيها، بس الموسم الجاي ما لازم. لازم ترجعي تطل علينا. كنت بتحب تكوني بشي مسلسل عم بينعرض؟ في شي دور لفتك هيك استفزك بمحل معين؟ للحقيقه من اكثر من دور، يعني اكثر من عمل كنت بحب موجوده اكون موجوده فيه، كلهم في بحب اكون موجوده فيهم. بس لفتني كم شغله، مثلا ببنت الشهبندر حبيت الايبوك القديمه، اكيد بتشيلو، اكيد ب 24 قيراط. اكيد بقلبي دق. يعني للحقيقه في كثير ادوار حلوه موجوده، والستات والصبايا الزميلات عم بيلعبون بطريقه كثير حلوه للحقيقه، كثير محترفه ومميزه. سهله كبيره. صحيح. ست ايام نحكي أيوة. شوي عن شارات المسلسلات او تيتر المسلسل اليوم. نعم. صار شيء رائج كثير، نجوم كثار يمكن وحلو. عم بيشاركوا بهالاعمال وملفت.
هل هي موجه في ناس عم تنطروا؟ بعرف في ناس، بعرف في ناس بتحضر المسلسل، حبت المسلسل وكمان حبت الاشاره الغنائيه يعني. فتفضلي سؤالك شو حبيبتي. هل هي موجه بتمر ولا لا؟ بيخدم كثير العمل، العمل الجيد والعمل المتقن اللي بيوصل فكره المسلسل بالبداية وبتابع، بضل متابع، بعتقد انه ممكن تستمر. طبعا بيخدم اكيد. طبعا ناتاشا غنيت باللهجة الخليجية، ما فكرت شي مرة كمان تقومي بغناء شارع او تترا لمسلسل معين؟ هل انعرض عليك؟ وانت شو رأيك ايضا بهالموضوع انه مثل بمسلسل تغني شارة المسلسل؟ لا ما انعرض علي بعد ولا مرة اني غني، بس انه مثلا عرض علي كثير برمضان، مش اللي مرق اللي قبله، بس كنت بعدني ما ثبت اجري مزبوط على الساحه الفنيه كغناء. اوكي، يعني كمش معروف يعني، لا تنتقل الى التمثيل. هو غناء الشارات هلا الموضه. أيوة. يعني هالسنتين يمكن كثير بلشت مع عاصي يمكن من سنتين ثلاثه، وهلا مزبوط. صح، ما هيك؟ صح. لا بس عم يبرعوا. صحيح جدا، يعني ان كان الفسحه ولا ان كان وعم تعطي كثير بوش للمسلسل، عم بتضيف. هلا اكثر شغله حلوه بالشارع لما يكون التمثيل كثير حلو. نعم. وتسمع الاغنيه من حدا بتعيش صوته كثير حلو، بتعيش مع التمثيل، بتعيش القصه كلها. نعم. دخل ببعضه الفن الحلو الجميل. نعم. طبعا ما في شك انه بيكملوا بعضهم. يس، نفس الكلمة قلنا سوا مع بعض. ايوه القلوب عن بعضها. شو يا ناتاشا شو بدنا نسمع؟ يلا منغني. شو حنسمع؟ أحزن أنا مالي، مالي وأنا مالي وأنا مالي، من الأحزن أنا مالي، عايشة بأحلى ليالي ويا حبيبي الغالي. طب مال وأنا مالي وأنا مالي، من الأحزن أنا مالي، مالي وأنا مالي، من الأحزن أنا مالي، عايشة بأحلى ليالي ويا حبيبي الغالي. بحبك قوي يا عيوني، بحبك مهما لموني قوي يا عيوني، بحبك مهما لموني، ما يقلموا. طب وانا مالي، طب وانا مالي، انا مالي، انا مالي، وطلع علينا الحب ومدفينا، الورد ومغطينا، شمس وطلع علينا، من فرح الدنيا قلينا، من شهدها بتسقينا، بكرة مستنينا، من فرح الدنيا قلينا، من شهدها بتسقينا، بكرة مستنينا، ناسية هنا معك أيام كانت قاسية، ناسية معك يا عيوني، فاكر إن أنا خايف يلوموني، ناسية يا عيوني، فاكر إن أنا خايف يلوموني، ما يلوموا. طب وأنا مالي، طب وأنا مالي، أنا مالي، أنا مالي.
ناخذ اتصال من ليبيا اذا مش غلطانه. مساء الخير ليبيا. الو الو، لازم تزبط معنا اتصال من ليبيا. يلا زبطت. مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور. مين مين؟ الو مساء النور. مساء الورد. مساء الانوار. عم نسمعك، مين معنا؟ مساء النور يا ساسا، كيفك؟ مساء الورد، كيفك انت؟ مين؟ صح فطورك. وصح فطورك ابتسام. ابتسام من ليبيا. اهلا وسهلا يا ابتسام. شو خبرينا، كيف عم تمضي رمضان؟ وين فطرنا اليوم؟ الحمد لله بخير والصحة والسلامة، إن شاء الله ينعاد شاء الله عليكم بالصحة والسلامة. أمين يا رب يا ابتسام. كيف لقيتينا جلستنا مع نجومنا؟ ألو ألو؟ إن شاء الله. يمكن ما سمعت أو ما انتبهت. شو يا ابتسام؟ جلستكم رائعة جدا. تسلمي تسلمي. تسلم. الو معك 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 يا ابتسام. سامعينك يا ابتسام. انا من فاز ابتسام تسكات يا ساسه. انا من فاز ابتسام تسكات من ليبيا. ابتسام من ليبيا. ست ابتسام. اهلا وسهلا بك يا ابتسام. في اي سؤال؟ رمضان كريم. تحبي تسالي حد منا اي سؤال؟ نحن حاضرين. لا طبعا يمكن قطع الاتصال. ست ايام، شو رايك بصوت ناتاشا؟ يعني موهبه جديده فينا نقول. مختصر الموسيقى الفنيه، صوتها دخل قلبي. يعني شفناها، يعني انا عين عليك وعين على ست ايام منسجمه. هيدا شرف كبير لإلي صراحه انه اسمع منك رايك فيي وبصوتي. يسلم هالصوت من شخص هالقد عنده اكسبيرينس وعنده يعني ريبرتوار كبير بالفن. تسلمي يا حبيبي، واحساس بتغني باحساس وصوت حلو. الله يوفقك يا رب. ميرسي كلك ذوق. الله يخليك. ورح نكمل بعد شوي اكيد باحاديثنا وكمان بالغناء منك ست هيام، وايضا من ناتاشا، من كارلا مرات الغناء الغرب بالطرب. شو عم اليوم بتصير الحلقه؟ رح يكون عندنا كثير كمان اتصالات، نحن بانتظار. رح نروح فاصل قصير ومنتابع. بفضل الله ثم بفضل كرمكم قدرت جمعية كيلانا أن تساعد العديد من المرضى، وأن تقدر تساعد في جلسة غسيل الكلى القادمة برسالة واحدة. خلينا ناخذ الطريق الأقصر ونروح على طول على بيروت. قتلت ثروة وطنية يا غبي. ياكل انتوا عايز اصحاب اللي تكونوا معي. We've always been around, bro. هل يتفوق في الغالب الممثل على المشكلة؟ عيب من السلبيات يجب نصلحه. والله العودة مش قوية. أنا لو خسرت ما تبقاش خسارتي خسارة فادحة. كنت المفروض تتأسف لنوراه. قال لي ادخلوا البيوت من أبوابها. اتعلمت منه حاجات كتير. لغاية أحمد زكي وكان رفضه رفضا تاما. يعني صعبة العودة. عديها يا أستاذ علينا كده. احنا في وقت غير الأول. اللي بيسوقها سياسات. السن اختلف، الوسط الفني اختلف. أنا ما كنتش أفهم وقتها. هم وأنا يوميا الساعة 2 الصبح برمضان على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. طول عمرك اوبر. عايز كوب اوبر ووطي. انا لما بعمل مع سموتي بحس ان انا قاعده مع واحده صاحبتي. ايايا كلام فظيع. يوميات زوجة مفروسة قوي، يوميا الساعة 8 المساء على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان.
مسابقة صندوق الدنيا مع مونيا في رمضان. صندوق الدنيا يوميا الساعة 1 الصبح على الـ LBC. عيشوا معنا معنا رمضان. للاشتراك في البرنامج أرسل حرف ميم أو أم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. توقيع ضيفتنا المصممة شانتال أزة ليدي إن بلاك دايما. أهلا وسهلا فيك شانتال. بونسوار. كيفك؟ منيحة أنت. رمضان كريم. رمضان كريم لكم كمان، وإن شاء الله بيكون عيد مبارك على الكل. إن شاء الله أكيد. أمين يا رب. لابسة بلاك، اللون الفيفورت الخاص فيك الأسود، شفنا تصميمين كمان بلاك، شو القصة؟ شو هالكولكشن؟ هلا بالعادة على طول بجيب لكم ألوان، هالمرة بدي أعذوق. معلش اسمحوا لي فيها اليوم، قال هيك، أوكي. أوكي. شو شفنا على التصميم الكولكشن الجديدة شانتال؟ هلا مرة الماضية جبنا كوتشير واللي قبلها كاجوال، هلا شوي فتت بثيم رمضان، بقى اشتغلنا على الكافتنز، الثيم كافتنز، بقى الأوفرولز رح يكونوا كأنه مخلوطين أوفرولز وعبيد نفس الوقت. او بيكونوا اللوك الكاجوال لوك او اللوك التلبسيه بالليل بس كمان مع الكافتن، كيف تنلبس العبايه انه واي انه تلبسيها كل يوم بطريقه تريندي. هيك فيه لمسه عصريه يعني. اي اكيد. وهون اي قماش استعملنا؟ رحنا للقماش اي اول لوك شوي فورمال، اول لوك استعملت الكريب، ثاني لوك بينلبس بالنهار وبالليل حسب انت هاو يو ستايل ات، لانه معمول من جيرسي بس يكون ستريتش عاده والقماش شوي مريح، فيك تلبسي انت حسب هاو يو ستايل ات، كيف انت بتلبسيه بترتبيه مع كعب من غير مع فلات. مزبوط. كم قطعة تقريبا ضمنت المجموعة شانتال؟ هلا وقتها تكون كاجوال اندلس بتكون، يعني على قد ما في وقت بنعمل كافتنز وعبيات، بس وقتها تكون كولكشن عادة بشتغل 12 تو 18 دريسز ماكسيموم. اوكي، وكل موديل في منه اكثر من الوان اكيد وكذا ستيل. ايه هولي قصص صغيره اكيد بغيرها. فينا نعدل كمان باللوك ولا لا ذوقك وبس؟ في قصص بيسز انا منها لحالي بتبقى بتتعدل، مثلا ايام الكافتن تنشلح او بينفك الكم مثل بالاوفرول الاسود، قصص صغيره انت فيك تغيريها منك لحالك، يعني تتغيري اللوك تلبسي كذا مره. نعم. ست ايام مين كان يهتم باطلالتك على المسرح؟ من مصممين. من مصممين مين كنت تستشيري؟ طبعا هو كان صديق وخي استاذ ويليام خوري المصمم المعروف يعني طبعا، وكمان غالبا كنت يعني لما سافر يعني اوروبا باريس او لندن كنت كمان يعني استعين ب بريتا بورتي، يعني فساتين جاهزه شوفها بعدين الان بغالي حبيبي طبعا. شو ما لبست بيطلع حلو علي حبيبتي كارلا. منتابع بالتصاميم الخاصه فيك شانتال، وكمان كاتس جديدة رح نحكي عنهم. هون بلشنا بالكاف. أوكي. حلو اكيد. اوكي هون شو عم نشوف؟ على الكاجوال لوك ديجا في ليس في دانتيل داخل باللوك، وهي ذات الدانتيل مستعملتها على الكافتن. هلا الكافتن تنلبس بعد طرق، هلا رح نشوفها بلوك النهار وبعد شوي ذات الكافتن باللوك التلبسي بالليل. كثير حلو هيدا اللوك، كثير حلوين الالوان مع بعض. حبيتها ناتاشا؟ شفتي في الوان مش كله بلاك. اي مش كله. يعني هيدا اللون الزهر بطريقة كمان كلاسيكية، يعني مش ايه بعده معتبر من النيود والباستيل كونتكست. هيدا كمان رائع. هيدا الباترند لأنه شوي عم نطلع من اللي صاير عم يدرج أكثر الباترند بدل الدانتيل هالسنة. وشو اللون شانتال هالجاز؟ شو لونه؟ هو نيود.
نيود كولر. هلا اكثر كولر ترندي، كل شيء باستيل نيود وفواتح. في اللي فوق الفوق الدوتان اسود، ما بعرف ممكن على الدوج بيعطي ايه بيعطي بعطى اللون فاتح. قولي في اكسبرت هون، فيك موديل يعني لا انا عندي على الكات واك مش هيك، انا عندي شغف للثياب يعني. ايوه بحب شوف وبحب كثير احضر مصممين، وبعدين نحن المصممين اللبنانيين عندنا هن عالميين اليوم، يعني افضل مصممين بالكات ووكس كلها ريد كاربت كلها اليوم اسماء مشهوره الحمد لله انه لبنانيين. عاده مين بيهتم لك باجزائك بالتصوير بكل مسلسل؟ قد ايه بتلحق الدور؟ بدك في شغله انه انا بلحق حالي وانا بس اقرا الورق تتخيل برسمه للشكل، وبشكر المخرجين والمنتجين والكتاب انه بيعطوني هاي المسؤوليه والمساحة اني اقدر اتحرك فيها، خاصة هلا مثلا بالاخوة العبيات هي كانت فكرتي ببرمجة. هذا الشيء متعب يعني، عندك الدور عندك الشخصية بنفس الوقت بس انا بلبسه كلي سوا، يعني ما بده حدا يقول لي او هو يقنعني بشيء، يعني انا ساعتها اقتنع بشكلي وباحساسي وساعتها ادائي بيجي منه لوحده. من هون من الشغف يا ست كارلا، من هون عندك شغف في الحب الحمد لله انك لاطلالتك للدور يعني تجسدي بكل معنى الكلمه. ساعتها بحسه حقيقي اكثر بما انه عندي خبره انا 15 سنه بالازياء. نعم. وكل المصممين اليوم يلي هن نجوم ابتدينا سوا عندي هاي الخبره، وبحب اني انا ارسم شخصيتي يلي عم بقريها على الورق وجسدها على الشاشه. حلو. ودائما بتزبط على كل حال الحمد لله. وذكرتي شخصيتك بالاخوه، يعني مثلا فكره العبيات طلعت فيها انت طلعتيها شوي، كنت بدي اعطيها شوي طابع عربي. هي سيده ساكنه من 20 سنه بالامارات، ما بدي البس سيرفيتمون او شيء عادي كاجوال بالبيت، تقدر بين ام البنات كمان. سو بدي شيء كمان يعطيني شوي عمر ركيزه بس الحمد لله انه عم بيزبط وبينجح فيه. الله. طب ناتاشا، برصيدك في حوالي 6 كليبات وكل كليب بيكون باطلاله مختلفه، هون كمان في حدا بيساعدك ولا انت بتمشي على ذوقك؟ لا اكيد في ناس بتساعدني، نحن تيم كبير يعني الجروب من المخرج يعني الدي او بي كلهم يعني بنتعاون مع بعض، بس كتصميم ازياء كل كليب كان في عندي حدا وفي كليب من الكليبات انا و بس ما في حدا معين تعاملت معه. دائما بتنوعي يعني بالاطلالات. حلو. رح نتابع بالتصاميم الخاصة فيك شانتال وتصميمين كمان جديد بنحكي أكثر عنهم. صاروا جاهزين الموديل. نيفين. زهر. أنا بس شوف زهر بيفتح بيفتح قلبي. لحد لون المسلسل. هون بدنا نلاقي بلشت فكري كارلا لدور يلبق على الرومانتو. كثير حلوين على فكرة، كثير مزوقين الرومانتو. اوكي هون شو عم نشوف؟ هلا دارج الرفلز كثير بقى خلط مخلوط الاثنين بهيدا اللوك، الرفلز مع الكافتن، بس هيدا كاجوال اكثر بتنلبس كل يوم اكثر من اللي بتجي دونتيل. اوه هيدي هي ذاتها اللي استعملناها قبل بس تلبسيها بهالطريقه بتلبسيها بالليل. نلبسها بسحور بافطار او عشيه اكثر صح؟ ايه ناخذ خبره هلا منها. كمان في دونتيل على الشانيل سكيرت اللي هون وهي ذاتها دونتيل استعملتها على بيعمل رفل صح. وشو القماش السكيرت او التنوره؟ شو القماشه؟ هلا القماشه تبع التنوره شوي شتويه يعني اللي بتجي شوي مبينه شوي من هون. اوكي انا هيدا اللوك اخذته. هيدا واللون كثير حلوين، واللون كلهم حلوين عن جد. غراب شانتال كلهم حلوين، ومن فتره لبست دريس من عندها ما بقى حدا ما سالني عنه دريس. في هيك بدلك الحظ هيك على انوثة الطبيعة صحيح. بدنا نغني شو بدنا نسمع؟ بنسمع شو هيك على ذوقك حسب معرفنا كمان احنا هلا برمضان الكريم طبعا. وانا بحب بهالشهر الفضيل اقدم يعني اغني للام حي فيها وتكون هدية من قلبي لكل أم بالعالم. الله يحفظ كل الأمهات. أمين يا رب. أمين يا رب. تفضل استطيع. يا
عطف إنساني وازن ويدعي بالخير. يا حضن حرير يا قلبي كبير، يا عطف إنساني وازن ويدعي بالخير. يا أمي بحبك، يا أمي بحبك، يا أمي. سجلت بتونس لحن الأستاذ محمد الهادي، أيضا من كبار ملحني تونس الخضراء. وبالحقيقة يعني اعتبرت باعتبار كلها يعني إحساس، اعتبرت من 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 أفضل الأغاني من بعد أغنية ست الحبايب. يا حبيبة نعم فايزة أحمد، كتابي ولحن تونسي. وبحيي الأستاذ محمد الهادي إذا كان عم بشوف. وبحيي أهل تونس كلهم. وبحيي على فكرة أنا بتونس، تعرفي اسم ست كارلا شو بتونس؟ يونس نقطتين من تحت. أنا اسمي الهيام هيام، هيام تونس. لأني أنا حبيت تونس كثير وغنيت طبعا مثل ما قلنا قبل شوي، كمان غنيت اللون التونسي كله، يعني الأغاني التراثية، وغنيت أغاني طبعا أغاني خاصة لإلي. نعم أغنية رائعة على كل حال. خلينا ناخذ اتصال من الجزائر ومن محمد. أهلا وسهلا فيك محمد، رمضان كريم. متي غدا. أهلا وسهلا فيك يا خويا. مليحة هذه المغنية. قطع الخط. صباح الحال، رمضان كريم، رمضان عليك كريم وعلى طبعاً. عائلتك. الله أكرم. وخلي يجرب بعد شوي، بلكي عنده طبعاً. شي سؤال يجرب مرة أخرى. خلينا نقوم على المطبخ هيك مندوق الحلو يعني فؤاد. رمضان وصفة رمضان ما بتكمل ما تكمل شوية الطيبة. نتفضل ننتقل كلنا. تفضلوا. اليوم كلنا ستات نساء حلقة اليوم ربحانين نحن بحلقتنا. في معنا كمان اتصال. تفضل الست غيام. يلا ناخذ الاتصال. في اتصال من ليبيا. السلام عليكم. اهلا وسهلا اشرف، رمضان كريم. معك اشرف من ليبيا، تحيه لك وتحيه للفنانه العبقريه الجوهره الذهبيه هيام يونس. تسلم وحب اذكرك باغنيه ليبيه غنيتيها في الستينات بتاع يا غالي نبيك، ويا ريت نسمعها من صوتك الحنجرة الذهبية. أي أغنية عيوني؟ مرة ثانية أي أغنية؟ أي أغنية يا أشرف؟ تستني بس المطلع. عم بسمعنا أغنية. يا غالي نبيك تعالى، يا غالي نبيك، يا غالي نبيك، وعندي لك هدية من قلبي ترضيك،
والله من قلبي ترضيك. شكرا عينك. شكرا لاتصالك ورمضان كريم. كيفكم مع الحلو؟ شو يا ست ريام؟ كان حليب قلبي هلا شو رمضان معذورين كله بيزيد بالكالوريز والاثنين العربي والشيفيه بياخذوا العقل. ما هيك شيف فؤاد شو بتنصحنا ندوق؟ شو ما بلش فيني انصحكم بكل الاصناف الاحلى. ما حدا بيقول عنده ايس كريم. على السريع هي ايس كريم مع بس بريت. اه هيدي كثير طيبه ايس كريم. شكرا كثير طيبه. ما راح نقول لا. تفضلي نتاشا. كيف قريب؟ مش دايت. شوطه. لا ما في دايت من هلا لبعد العيد. خلص بعد العيد بنبلش. الصبح بروح على السوق. فيك تدوقي تشيز كيك. ودغري بناخذ كمان بنتابع بالاتصالات وبناخذ غالب من السعوديه. مساء الخير. نتاشا. وين؟ الو. الو مساء الخير يا غالب. رمضان كريم. يا مساء النور. يا مساء النور يا حبيبي منورين استاذ. الله يعطيكم العافيه. منوره بوجودكم يا غالب. طمنا كيف الاجواء؟ كيف شهر رمضان؟ الله يحفظك. والله يا رمضان الحمد لله كويس والحمد لله طيب. واحنا في مكه المكرمه جنب بيت الله الحرام يعني مستانسين جدا. شكرا. يا غالب نحن بنحييك. نحن بنحييك. كيف قلت لنا سهرتنا اليوم مع نجومنا؟ تسلمي. والله انا احب اسمع من الفنانه اللي منور الشاشه ما شاء الله عليه يعني صراحه غالي علينا الفنانه هي ميونس يعني. تسلم الله يخليك. وانتم غاليين على قلبي على قلبي. قلبي والله لا يمسح كثير كثير. احنا بين شهر الصوم. نعم. شكرا يا غالب منحييك نحن ورمضان كريم. طيب نحن يعني رح نروح لفاصل نندوق شوي الحلو ناخذ راحتنا مش انه هيك نشوف شو بدنا ندوق بس بالحقيقه ونرجع بنتابع. تفضل بس يعني اكيد هل 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 الحلو اللي عملته شيف انا دقته من كم شهر بفرح لصديقة حبيبي على قلبي شاعرة كبيرة كانت سجلت لي هون كليب من كلماتها ست سارة الهاجري وغنيت بفرح ابن ناصر. مبروك والف مبروك. وبالحقيقه نفس الحلو يا ست سارة عم ذوقه هلا عم ترجع تتذكر. طبعا مبروك يا ابن ناصر. وبنحكي كمان عن الاغنيه الخاصه فيكي للعروس والعريس عن الفرح. طبعا حاضر. يلا ضيق قليل مع الاعلان ونتابع جلستنا وسهرتنا مع نجومنا فكونوا كتار على الموعد بعد هالفاصل. كنت جاي طالب بصمة. ايه ده ياي؟ الحق بص جيب طبق كنافة. جيب لك قرنين بدل الشبكة أحسن. ايه ده؟ يخرب. ايه ده؟ حط علي. يلا يلا قوم. ايه ده؟ قسما بالله. قسما بالله. اطلع بره. عايز اتجوز يوميا الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على الال بي سي. عيشوا معنا معنا رمضان. انا عايز الجدع. عايزك البرنج على ايام الانتحارة كلها. عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كده زي ما هي على غير دي الكف. تكسر لك عين تعملها الاثنين. ما كنتش كده سايب ايدي جرالك. جرالي كتير. جرالي كتير يا معلم. حواري بوخارست يوميا الساعة 7 المساء على الال بي سي. عيشوا معنا معنا رمضان. Un héritage enraciné orienté vers le futur. Cédar. مين صار عنده احلى تي في؟
واي ماي اتش دي. ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منه 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر. يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عربسات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. رمضان كريم، صحتك بالدنيا طوال شهر رمضان. كيف بتعتني بصحتك خلال هالشهر الكريم؟ إرشادات يومية من أهم الأطباء والمتخصصين. أطباق صحية رمضانية مع اختصاصيين تغذية، مفاجآت ونصايح كثيرة. عيادة صحتك بالدنيا بتفتح ليلة شهر رمضان، لنتلقى اتصالاتكم يوميا مباشرة على الهواء وبس على شاشة الـ LBC. وصحتك بالدنيا ورمضان كريم. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 بعد الظهر على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. حفلات روتانا بيروت في حلة جديدة، وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقدم الفنان فارس كرم. والفنانة هيفا وهبي. السبت 18 يوليو في فندق بيور رويال الضي. حفلات روتانا الأولى في مجالها. خبرك سر، راغب علامي ما عنده ولا حصة. انت معلم، ضلكم تابعوا بابا لانه اخباره كتير مهضومين. انت معلم، مرات لك سكوب ما حدا بيعرفني. نسكت وانت موجود. اتمنى لكل الجمهور الكريم رمضان كريم. تابعوني بالموسم الجديد من بوب اب مع انجلا سعد رمضان نادين الراس. شكرا مرتجى. رمضان كريم معكم سعد المجرد، شوفوني على بوب اب. ميرسي لبوب اب، يعطيكم العافيه ورمضان كريم. ألمع النجوم، أبرز نجاحاتهم وأخبارهم كلها قريباً بالموسم الجديد من بوب أب. انطرونا، رمضان كريم. بوب أب قريباً على الـ LBC.
لزفة العمر وأكيد قبل ما نكمل بحديثنا خلينا ناخد اتصال من سوريا. أهلا وسهلا رمضان كريم باسل. مساء الفل عليكم. أهلا وسهلا. يا أجمل طاقم عمل في لبنان. شكرا كلك ذوق. وسلمينا على مدام ساشا كثير السلام على كل ضيوفكم. أهلا يا باسم ونحن عم نسمعك من حيك رمضان كريم. هلا الحمد لله ما في كهرباء عندنا بس شو بدنا نسوي في تليفونات يعني يعني صرنا اثنين لا انا بس حدا الاعاده الساعه 2 الظهر يا باسم كيف عم تمضي رمضان مع العائله مجموعين شو والله الحمد لله الحمد لله لك زوجونا بلال زوجو نزوجه لبلال بدنا نزوجه بنت لبنانية ما رح نقبل محبسين وزوجوه ايه ما سمعت ساشا شو قالت لك نزوجه بنت لبنانية ما رح والله نخلي والله في كل واحدة عندكم أحلى من القمر تسلم يا باسم كيف نلاقي سهرتنا مع نجومنا والله عن جد شغلة ما عم تحضر مش عم تقدر بس لا لا أنا عم بحضر بس اليوم انطفت الكهرباء بس يعني أناقة وجمال وستايلات حلوة شغلة كثير تسلم عندك أي سؤال لحدا من ضيوفنا للست هيام والله سلميني عليهم قولي لهم بكره بس تجي الكهرباء بنسلم سلميني عليهم كثير حضر الإعادة بكره الله يسلمك الله يسلمك شكرا يا باسم أهلا وسهلا فيك كارلا يعني اليوم مثل ما ذكرنا هيك بشكل سريع عن فيلم باباراتزي رح تشاركي فيه من بطولة النجم رامي عياش خبرينا شوي أجواء التصوير كيف عم بتكون القصة الجو كتير مهضوم كواليس ما كواليس رامي كتير مهضوم على البلاتو وعم بيعمل شغل كتير حلو فاجأني يعني صراحة فيني أقول لك أنه علاقة حب من نوع آخر تربطني برامي عياش فيني أقول هيك شيء لازم كمان أذكر المخرج أستاذ سعد هنداوي فريق العمل الإسباني كله كتابة أستاذ أحمد عبد الفتاح إنتاج أساتذة جمال سنان صفوت غطاس طبعا في كوكبة كبيرة من النجوم من لبنان فيني أقول وسام صباغ طارق تميم ميرفا قاضي جيسيكا نصار سينتيا خليفة وكتير غيرهم وطبعا من مصر إيمان العاصي النجمة الشابة والكبير عزة أبو عوف وكمان أكيد كتير غيرهم باباراتزي فيلم عائلي أنا عم بحب قصة العائلة من وراء فيتامين اللي سنة الماضية طلعنا فيه كوميك من إنتاج إيجل فيلمز بحييهم بقول لهم كل عام وأنتم بخير وماجي بغصن أستاذ جمال سنان والكل حبيت فكرة أنه العائلة تكون مع بعضها بالسينما يعني روح أنا وولادي وكل واحد يفهم الموضوع على مستوى عمره ما ينخدش حياة حدا ويفهموا كلهم القصة أنه إيه مثلا هذيك السنة فيتامين وهلأ في باباراتزي في قصص حب في قصص سياسية شوي فيه غناء فيه فرح فيه مشاكل فيه غناء يعني قديش قديش يمكن الحلم بعد ما بعده موجود كارلا مع انه عشت شوية تجربة يمكن العمل استعراض الفني مع المسرحية اللي نعم. كنت مشاركة فيها مع النجم كمان فارس الغناء العربي عاصي الحناني مفشت خلقك ايه بس بحب انه تقدمي عمل تقدم عمل تاني إيه؟ هلا كمان في فكره عمل تاني استعراضي منا على قد احلامي بس اتس ستارت مثل ما بيقولوا انا بحب اطلع درجه درجه هلا هو العمر قصير بس انه بنحاول يعني شوي شوي نحن بانتظار كل الاعمال اكيد شكرا ميرسي ناخذ اتصال من دانييلا من لبنان اهلا وسهلا فيك دانييلا رمضان كريم الو بونسوار بونسوار اهلا وسهلا رمضان كريم على جميع العرب ميرسي وعليك وعائلتك تفضلي بدي حي الست هيام يونس تسلمي حبيبتي وبدي وجه تحيه كثير كبيره لفنانتنا السعده ناتاشا نحن انا من الفان تبعها بدي اقول لها انا كثير بحبها والله يوفقها بكل اعمالها يا رب ورمضان كريم على الجميع ميرسي وعليك ناتاشا عمل جديد عم تتحضري له هلا اغنيه جديده انساني خلاص هيدا الاغنيه نزلت تحضرت ونزلت اغنيه مصريه صورتيها كليب لا بعد ما تصورت ما في فكره انه تتصور لحديت هلا أوكي. لانه في جيو هلا بحكيكم عنه انساني خلاص اغنيه مصريه من كلمات مصطفى هاشم
ألحان جان سبع وتوزيع وليد أبلين. تسجلت بمصر وخلص أرادي نزلت وانسمعت في ديو جديد مع الفنان قصي حاتم من كلمات الشاعر كاظم السعدي وألحان الفنان قصي وتوزيع زيد نديم. بدنا نشوف ديو ناجح. هي رح تتصور رح تتصور بدبي أو بلبنان بعد ما مش عارفين وين ما قررنا. نقيت انه اعمل الديو مع الفنان قصي. اول شيء حسيت انه من عمري حدا من عمري. انا عملت ديو من قبل مع شخص اكبر مني بكثير بالفيديو كليب كثير بين فرق. زيادة انه عنده احساس كثير حلو وحسيت انه صوتي كثير رح يكون في انسجام يعني بينك وبين العمر والديو. طب بتسمعينا شوي من انساني خلاص؟ ايه اكيد. يلا. انا مش ندمان على بعدك انا بس خلاص حسيت ان العمر بقربك بيضيع وخلاص حسيت ان الدنيا دي فانية وانك بتبيع حب في ثانية حسيت ان الدنيا دي فانية وانك بتبيع حب في ثانية والعمر بيجري بيجري انساني خلاص. Thank you. الوالي اللي هي الأغنية من ألحانه بدي أشكره على كل وقته حدي أول ما بلشت لليوم ما بيتركني ولا لحظة بكل حفلاتي موجود معي فأنا بتوجه له تحية كتير كبيرة من الـ LBC. I love you. سبيان عرفنا رأيك بصوت الفنانة ناتاشا. كمان في صوت جميل إلى جانبك. سمعتها بالغربي. بالغربي. يلا شو رأيك نسمع الشيء منها لكارلا؟ كنا عم نحكي حضرت الشيء حلو مميز مبارح. حضرت مبارح نوتر دام دو باري. أوكي. لا فيكتور هيغو ونحن بلبنان منحب انه لبنان يستضيف اهم المسارح العالمية. لبنان كل عمره هيك ولازم يضل هيك ان شاء الله حيضل هيك. فاغرمت بمستوى الراقي للمسرحية الغنائية اللي شفتها وطبعا اسمي خالدة واغنية بال حبيتها فهيك من دندنة شوي مع انه هي اغنية ذكورية يعني ما اغنية ستاتية. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle dansait, qu'elle met son corps à jour. Tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer souffrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi ça sert encore de prier Notre-Dame? Telle est celui qui lui jettera la dernière pierre. Celui-là ne mélisse pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien que pour moi glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda d'Esmeralda d'Esmeralda. Merci. يعطيك يا ولد. شو سيام سمعتيها بالاجنبي قبل؟ طبعا 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 سيام لجنه الحكم. طبعا لجنه الحكم من انا وصغيره. طب قد ايه بتشجعيها ترنم استاذي بالشعر والادب وجدي وجدي استاذ وجدي بحييك حبيبتي وبهني هالاخت اللي عندك والله يخليكم لبعض. خلينا اياكي ستي يلا تسلمي حبيبي. سيام مثل ما حكينا بدايه اللقاء بتتذوقي شعر واصدريت كثير كمان من توقيعك. هلا في ممكن يكون في ديوان شعري قريب ولا لا؟ هلا في نعم في ديوان بالاول كان يعني كان اسمه هياميات على اساس في 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 اشعار قصائد انا بسميها محاولات شعريه وفي مجموعه رسائل وردود لادباء عرب
رسلت كل الأدباء العرب يعني معظمهم يعني، والمعظم معظم الأدباء بعثت لهم قصائد من شعري حتى أخذ رأيهم فيها. نعم هذا بإذن الله عم فكر إنه يعني يكون في إصدار لازم بإذن الله لازم. طب شو بعد نسمع شعر هيك؟ نحن لأنه هلا في شهر رمضان المبارك، أنا الخمار الأسودي قصيدة كل المليحة في الخمار الأسودي، لأن قصيدي زغطورة كم بيت أنا شطرتها وزدت عليها أبيات كالآتي، وأكيد أستاذ بسام يمكن هيك هل إنها وند الحلو هيك من أصابيع الألماس إذا بتريد. ماذا أقول؟ ماذا أقول وليس أمري بيدي، وهواك قتال وجفنك معتدي. أيها القلب الخفوق، أيها القلب الخفوق، ألا اهتدي كل المليحة في الخمار الأسود. ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ نسي الهيام، نسي الهيام، فكنت أنت هيامه وشكى لأحلام الدجى أحلامه. نسي الهيام، فكنت أنت هيامه وشكى لأحلام الدجى أحلامه. يا ويله يا ويله، كم من خلي لامه. ردي عليه ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد. ست هيام مبروك، ان شاء الله بتتهني اغنية خاصة بالافراح. نعم. شو تخبرينا عنها؟ ان شاء الله بتتهنى اغنية خاصة بالافراح. نعم لكل فرحة بالحياة، يعني مش بس يعني فرحة الزواج طبعا اكيد، الخطوبة، التخرج، النجاح في المدرسة، يعني كل فرحة بالحياة بتخطبها غنية مبروك ان شاء الله بتتهنى. من الاغاني الجديدة الحمد لله هشام هشام بونس، وتصورت فيديو كليب واستقبلناك عليا، وين كانت التصوير؟ كيف كانت اجواء التصوير؟ طبعا التصوير كان باهم مشتل زهور في لبنان. احلى شيء الزهور، احلى من هيك كلها 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 الوان وفرح فرح وحياه. نعم وحياه حلوة. مبروك على الاغنيه. تسلمي لي ان شاء الله. شانتال انبسطنا بحضورك معنا، كل التوفيق لك بهالكولكشن اللي شفناها. اهلا وسهلا فيك. كمان متشكر حضورك معنا ناتاشا، انبسطنا كمان بوجودك، وناطرين الضيوف اذا الله راد. اول ذا بيست، شكرا لك. ميرسي لكم ساشا، رمضان كريم على كل المشاهدين. وعليك يا رب. كادلا كمان ما بنشبع من حضورك معنا، دائما بتضيفي رونق على حلقاتنا من موسم لموسم. ما تغيب كثير، موعدين فيك بموسم الجاي برمضان، وبانتظار باباراتزي يعني. اكيد اميره لبنانيه حبيبتي حبيبتي ست ايام من بعدك ما في اميره. وانا بدي هني ناتالي نعوم والفريق كله بهالمذيعات الرائعات الحلوين. ملكات جمال يعني. اليوم الحلقه ما حدا شيء بدنا نجيب بدنا نسقيها بامتياز يعني عن عنصر القوه. بس انت اخرتيها كثير لرمضان الجاي، بدنا نستقبلها بعد سنين باباراتزي اكيد. قلت لها بدنا نشوفها برمضان الجاي ان شاء الله. اكيد ست ايام شرفتينا بحضورك، ضيفه عزيزه على برنامج ببيروت، كل التوفيق لك. واضفت فرحه بعتقد لكل المشاهدين اللي عم يحضروك، اشتاقوا يحضروك. اهلا وسهلا فيك. ورح نختم بصوتك على راسي هيك، فكري باغنيه ونحن بنودع اكيد المشاهدين. وبكره ان شاء الله بحلقه جديده، وان شاء الله بيكون ان شاء الله بيكون بلال معنا. بدنا له السلام، نقول له اشتقنا له لبيلو. بنشوفكم بكره اذا الله راد، بدكم بالف خير. تفضلي. كل
جواب تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس وما بينسى اغلى حبابي دق ابواب الناس كلها وبالاخر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس سكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس وما بينسى اغلى حبابي مش معقول بتضل بقلبي على طول وقلبك بعده حسابي إذا تقول مسافر لا تقول تبعد عنك مش معقول بتضل بقلبي على طول قلبك بعده حسابي آخر دق أبوابي دق أبواب الناس كلها وبالآخر دق أبوابي تتسكر أبواب الناس قلبي بينسى كل الناس تتسكر أبواب الناس قلبي بينسى كل الناس وما بينسى أغلى حبابي وما بينسى أغلى حبابي